بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، اليوم الموضوع اللي باش نحكي فيه مهم ياسر، مهم لأنه الموضوع يحكي على التجمع اليوم. قبل كل شيء نحب نقدم يعني تحية للشعب الأبي الجليل والعظيم، الشعب الأكبر هو الشعب التونسي اللي قدم يعني بالحق درس للحضارة جمعاء إلى يوم الدين. نحب نحكي على المسرحية اللي عملوها في تونس، المسرحية اللي عملوها في تونس بن علي قطع منا وجاء الغنوشي. الغنوشي باش نرجع له، ما عنديش مع حتى مشكل معناها، اما كيفاش انقلبوا على الغنوشي في ظرف 20 ساعة معناها؟ اللي شكون انقلبوا عليه؟ جماعة التجمع، الحزب هذا البائد هو اللي خرب تونس، مش بن علي وحده. يعني عندك هذا الحزب الهرم، الدكتاتورية نحيته، الدكتاتور طرطوشة صغيرة، أما الدكتاتور فلم يس الدكتاتورية فلم تسقط، الدكتاتور مشى والدكتاتورية مازالت، وما يجيكمش عجب يا توانسة راهم أوغاد مازالوا معناها متفاهمين مع بعضهم، وفما خطة كاملة، ومن بعد يشدوا التجمع وعفى الله عما سلف، ويرجع بن علي مش رئيس أما برا عايش في مستير ولا في سوسة، وترجع الطرابلسية علاش؟ خاطر عندهم فلوس وينجموا يشروا اللي بقولهم في تونس، يعني هما لأنه دينهم فلوس، مليارات الدولارات خلوهم مش بيسيبوها هكاك. كسوا بن علي، كسوا عائلته، كسوا المبزع، كسوا القلال، وكلها سراقة، وكلها ميزانية تونس تحتهم، وين هبوا في تونس؟ يعني ولا شنو اللي صاير معناها اليوم؟ فوالا طرابلسي، طرابلسي وين هما اللي شديتوه؟ وين هو السرياتي؟ وين هو قيس بن علي؟ وين هما؟ وكل مرة نشدينا واحد بعد تسمع بيه حوس في دبي، تسمع بيه حوس في سيدني ولا ما نعرفش وين. معناها مسرحية بأتم معنى الكلمة. الاعلام مازال تحت سيطرتهم، مازال تحت سيطرة شكون؟ خاصة اللي باش نحكي فيه هو عبد الله القلال، لانه الميليشيات اليوم اللي قاعدة تضرب في تونس منظمة، ماهيش ميليشيات ظاهرة، ماهيش عفوية، ماهيش سبونتانية. الشعب التونسي برهن شهر كامل وانه يد واحدة، يصبح اليوم ثم شكون يسرق ويضرب في بعضه؟ مستحيل. ميليشيات منظمة هذه مخلاها مسرحية، يحبوا يقايضوا الشعب التونسي بالامن نتاعه، تحب تصبح غدوه في امن وكذا، هاكا نحن نعملوا ده في ساعه غدوه حكومه وكذا، ويصبح تجمع نرجعوا، لانهم هما في الدوله كامله، في الدوله كامله معناها اقرب ناس يقول لك نحن حاضر حكومتنا، علاش يعطي شويه فوضى وكذا، غدوه تصبح الدوله قائمه، الشعب في كل بلاصه وقواده في كل بلاصه، ويصبحوا هما معناها مازلنا ما تخلصناش منه. على القلال معناها القلال اللي هو قاتل مئات التونسيين لما كان وزير الداخليه عام 1990، وفيه مذكره اعتقال للي ما يعرفش، في مذكرة اعتقال في جرائم ضد الإنسانية، يعني من أقوى مثلا جرائم هذه عملها ميلوزوفيتش، وجرائم اتهموا بها هتلر، عملها القلال جرائم ضد الإنسانية في الروك، شوفوا في الإنترنت وتلقوا بكل وقاحة، وقف لي بجنب الغنوشي يامس وبجنب القلال المبزع اليوم، هذاك مجرم، هذاك لازم يتحاسب، هذاك لازم يتحاسب، وإن وجب الأمر يعدم، أنا إذا كان بالحق يعدم يعدم، لأنه قاتل التونسيين. يعني الإعلام مازال تحت سيطرتهم، الاعلام مازال تحت السيطره، وش بهم التو في تونس سبعه على حد حكي على التجمع، في حنا بعل، في نسمه في الراديوات، على خاطر مازال التجمع هو اللي يحكم، مازالوا يحكموا، مش مخلين جايبين يعني يطعموا بشويه حوارات ساخنه وعياط وصياح وكذا، اما التجمع ما يتجبدش، نفس السيستم تاع التعتيم والبروباغندا اللي قبل، وينو عبد الوهاب عبد الله؟ وينو عبد العزيز بن ضياء؟ صانع الماكينه فهمتي الاعلاميه تاع النظام البائد، وينهم؟ مش بهم ما تشدوش؟ حتى هم هربوا كل سبحان الله، يعني كل حد عنده طياره هرب بها، وين هم في تونس؟ ورونا واحد برك، نحب نشوف بالصوره انا واحد مكتف. يعني ما يحبكمش تطيحوا في الفخ هذا، يحبوا ينقلبوا علينا، ويحبوا يناوموا، وهم عندهم 23 سنه ويعرفوا مساليب اساليب الاعلام والدوله وشنيه، فصيل فصيل عندهم كيفاش ينقلبوا معناها، وناس اوغاد بالحق. نحب الشعب التونسي يكون فايق. الحل هو شنيه؟ الحل نحبكم كيف تطلبوا تونس سبعه تو حاملين ليكم التليفونات تطلبوا، فماش في حومتك سراق وفماش كذا واللي هي مسرحيه، نحبك تطلب، اعطي اسم اخر كان في قلبك مازلت خايف نفهمك وكذا، ومازلنا يعني ما ماناش مصدقين رواحنا، اسم وقريتك غالطه وبلاصتك غالطه، وقت يقولوا لك على شنو باش تحكي قبل ما يعدوك على المباشر، قول لهم باش نشكر الامن وباش ندعو للامن، ومن بعد احكي الحكايه الصحيحه شنو هو. نحبكم التوانسه الكل تطلبوا بحل التجمع، وكان قصوا عليكم التليفون تو تفهموا واش معناها. هذه برهان باش تفهموا اسكو التجمع مازال يحكم في الاعلام ومازال يحكم في تونس ومازال تعتيم ولا. اليوم عندي برشا اصحابي نشوف على الفيسبوك، ثم ناس قصوا لهم لي كونت نتاعهم، عمار 404 مازال يخدم، على خاطر الناس هذوما يحكوا على المسرحيه، اللي حكى على المسرحيه دخلوا له على الكونت نتاعو بيراتوه وقصوا له. معناها نحبكم تطلبوا تونس سبعه
والحنا بعل والنقمة والإذاعات كل اللي يطلب أطرحوا المشكلة دي، وين التجمع والقلاية المجرم، القلاية القاتل التونسيين عام 1990 قاتل مئات في غاياها بالداخلية، وين هو؟ نحبكم تحكوه تو كان قصوا عليكم تو تفهموا، هذا برهان كبير، ونحبكم كل تصوروا على الإنترنت، ربحناهم بالإنترنت بنضال شعبنا بالحق في الشارع والكرتوش وعاونتنا الإنترنت، نحبكم كل تعملوا فيديوهات وتهبطوا على الإنترنت وهم عندهم أذيال في الانترنت ويتابعوا في تحرر نبض الشارع التونسي على الانترنت تو يعرف كيف يشوفوا معناها الشعب التونسي فايق وكلنا بارتاجينا فيديوهات وكل حكينا وكل في البروفيل نتاعنا ديجاج التجمع تو يعرفوا انه الشعب التونسي راهو لوبجيكتيف نتاعو التجمع مش بن علي وحده وقتها يولي ما عاد ينجموا نعملوا حتى صمدنا شهر كامل في الكرتوش وما نصمدوا احنا حتى 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 شهرين اخرين في الانترنت ما تساعدناش العمليه دي بينجموا يشروا راهو كالمعارضه المدجنه هذيك مشريه بطبيعتها والشاب يعطوه 50 مليار من فلوس العائلات اللي تحب ترجع تحكم تو يسكت يقول لهم حكومه شرعيه وهو معاهم ويصبح تجمعي باسم اخر. احنا نطالبوا اليوم نحو عليهم غطاء الفساد هذا المطلوب ونحبكم كل تكونوا يقظين ونحب كي تطلبوا بالحق اهم مطلب نتاعي انا في الفيديو هذه كيف تطلبوا تونس سبعه اعمل روحك باش تطلب في حومتنا ومن بعد راهو في حومتنا ثم مشاكل ونحبوا الجيش ومن بعد قول لهم القلال ما تعطيش اسمك ميساج. قولهم القلال حاشنا بالقلال هذايا القاتل التونسيين وحاشنا بالتجمع يتحل وشوفوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.